انا فاكر في 2019، شوف يعني من 5 سنين، انا سألتك على مصطفى الشوبير في حوار كان ما بيننا، ومصطفى الشوبير كان مازال حارس شاب في النادي الاهلي في فريق الشباب، وقلت لي هيبقى واحد من افضل الحراس اللي موجودين في مصر. انا فاكر الجمله دي كويس، وبالمناسبه الجمله وبالمناسبه الجمله دي اللي انت لما قلتها لي، انا كنت شفت مصطفى الشوبير ابدا في الملعب، ما شفتوش وهو بيلعب. طب انا عايزك بقى، عايزك بقى تذيع لي الكلام ده، لان الناس بتنسى. لا ننسى ازاي؟ الكلام موجود، الكلام بيتسجل وموجود. مين اللي نسي؟ مين اللي نسي؟ لا انا بقول الناس بتنسى، ناس كتير. لا مفيش حد بينسى. لا انا بقولش ده حضرتك ما شاء الله بتتكلم في 2019، بتتكلم في 5 سنين. بالظبط. انما انا بقول لحضرتك ان ناس كتير بتتناسى. تناسى الكلام ده. انا بص مصطفى، انا مطلعه معايا. بص يا كابتن كريم، مصطفى انا اللي اختبرته وهو عنده 8 سنين مع احمد طارق سليمان، الاثنين دول انا اللي ماضي بتاعتهم ودخلوا القطاع الناشئين. ده عنده 8 سنين، ده عنده 8 سنين. وبعدين الولد استمر في القطاع بقى فتره كبيره، قعد معايا سنتين في القطاع، وبعدين انا سافرت بعد كده السودان. لما جينا في الدرجه الاولى، اول مره مصطفى شوبير يطلع درجه اولى، اول مره يخطي خطوه كده داخل ملعب في 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 في, في, في مختار التتش، كان 2015 وكان اللي مطلع مصطفى. انا بقول الكلام ده يعني عشان أنا الحمد لله، انا اكبر من الناس، معلش باحترامي لكل الحراس الموجودين، لا الحمد لله الواحد له تاريخ، والتاريخ الحمد لله كبير يعني. طبعا. بس الواحد كان له عين، وكان دايما بيتقال اول ما طلعوا معايا يا كابتن كريم مصطفى واحمد طارق سليمان، يا خبر ابيض على السوشيال ميديا بقى، وابناء العاملين طبعًا. ابناء العاملين طبعا، وقابلت هجوم 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 شرس، هجوم شرس من السوشيال ميديا. وفي النهايه انا ما بعملش غير الصح، انا ما بعملش غير الصح. وقلت كتير جدا ان مصطفى شوبير ده عنده شخصيه، ومصطفى شوبير ده جول موهوب، ووقت من الاوقات هيبقى جول النادي الاهلي، وهيبقى جول. بالمناسبه كابتن طارق، هل ليك تواصل مع مصطفى شوبير؟ على طول طبعا بكلمه بعد كل مباراه، بيبقى فيها طبعا انا بشوف حاجات ممكن مش ناس كتير هتشوفها، فبتديله نصايح يعني. طبعا بكلمه، هايل يا مصطفى، وعندك حاجات ايجابيات كتير. وبعد كل مباراه بكلمه بقول له لا في اخطاء كذا وفي كذا، خد بالك من كذا، خد بالك من التمركزات. طيب. خد بالك في حاجات بتعدي ما بتبانش قوي للناس، طبعا انا بشوفها طبعا. هتقول لي على فكره في حاجات في حاجات بيصدها وبتبقى واخد اهتمام وحق، وانا شايف ان مصطفى عنده خطا فيها. بشوفها دي برضه، خد بالك يعني في مشاكل كتير. مصطفى ممكن يبقى واقف في مكان ويتعامل مع الكوره، والكوره تطلع ومصر كلها تتكلم على مصطفى بشكل، وانا بقول له لا خد بالك انت كان تمركزك غلط. كابتن طارق، تنصح مصطفى بايه في المباراه اللي جايه؟ نصايح يعني، انت لو دلوقتي هترفع تليفونك عليه وتقول له خد بالك يا مصطفى من 1 2 3، انا مش هنصح، انا هقول له انت بتعمل ده بالفعل. انا عايز بس اكد عليه. هو الاول ما بدا يلعب كان عنده الحركه، كان اداء عنده حركه كتير في الجول، كان بيجري كتير في الجول، وده ما كانش مطلوب. وقلت له يا مصطفى مع الماتشات ومع كل ما تلعب مباراه هتلاقي نفسك الحركه بتاعتك بتقل، تمركزاتك بتبقى صحيحه، هدوءك مهم جدا جدا جدا. الهدوء بتاعك ده وتركيزك ده بيفرق في حاجتك، ان انا دايما تمركزاتي تبقى صحيحه، التمركز بتاعي بيفرق معايا جدا جدا في ان اتعامل مع الكوره بشكل كويس. ودايما توجيهاتي لزمايلي داخل الملعب تبقى هاديه، ما يبقاش في تنشانه، ما يبقاش في اي عصبيه. ايا كان اللي بيحصل من الجمهور، ايا كان اللي بيحصل داخل الملعب، انا ابقى هادي جدا، لان هدوئي ده بيساعدني في حاجات كتير، بيساعدني في ان انا كل تحركاتي تبقى صحيحه، تمركزاتي كلها تبقى صحيحه، توجيهاتي لزمايلي ما يبقاش فيها اي تنشانه. فمصطفى ما شاء الله بيأدي بشكل كويس الفتره الاخيره، وبيعمل ده بالفعل. بس انا عايز اكد عليه وعايز انصحه بالكلام. عظيم.